قبل ما نهضروا على العلاقة الرضائية خاصنا نسميو الأشياء بالمسميات ديالها وبلا زواج، حيت في الحقيقة هاد الشيء ما سميتوش العلاقات الرضائية. لا لا لا، راه في ميزاننا الشرعي سميتها العلاقات المحرمة، سميتها الزنا، والتي يقول فيها الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يا ربي قال لنا في هذه الآية هذه ما تقربوش البحال هاد النوع ديال العلاقات لأنه ما كيرضاهاش. وكلنا كنعرفوا الحوايج اللي ما كيرضيش الله عز وجل راه عارفين فين غيلوحونا. شفتوا دابا ملي سميناها بسميتها شحال ولات كتخلع. سيدي ربي اللي خلقنا وعارف شنو اللي يقلينا وما كيرضاش على هاد النوع ديال العلاقات. والاب والام ديالك اللي كانوا سباب باش تنفسوا معنا الاكسجين وضربوا عليك تماره باش تولي قد هكا، وما كنقولش واش غيرضاو لولادهم بحال هاد العلاقات المحرمه. اذا شكون هذا اللي راضي على هاد الفاحشه حتى سميتوها الرضائيه؟ واش انت وياها زعما كون كنتو راضيين على بعضياتكم وديال بصح كون زوجتو على سنه الله ورسوله وهنيتنا وهنيتو ريوسكم. ولا اخي ما عندكش فلتصبر حتى يغنيك الله عز وجل من فضله، او لا حاول انك تكبع ديك الشواء بالصيام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نتوما كيهمكم تفسدوا ولاد المسلمين وبغيتو تخرجوا عليهم وتنشروا الفاحشه، وهذا الشيء علاش غادي نقول لكم اسمعوا معايا هذه الايه ومزيان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ايوا راه هذا الشيء اللي كيتسناكم الخوت، عذاب اليم مازال هنا في الدنيا وحتى في الاخره. وغير باش فهموا مزيان نزيدكم هذه النقطه، واش زعما كتظنوا ان الرجل المغربي المسلم الغيور غادي تجي عادي يشوف مرته ولا بنته ولا الام ديالو مع شي راجل اخر في علاقه زينه؟ الا كان الجواب لا، فراه نتوما ما بغيتوش الخير لهاد البلاد وما بغيتوش ليها الاستقرار وكتقلبوا ليها على الفتنه باش تخرجوا عليها. بل تكن لك غيره على ديني، ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل. والسلام عليكم ورحمه الله.